وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. لذلك في ليالي القدر لما نقرأ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، علي من تنزل هذه الملائكة؟ هو احنا ما نشعر، ما تنزل علينا. اكو هنالك من يتقبل هذه الرسالة؟ اكو هنالك. لذلك القرآن في هذه الآية اللي تلوناها يقول وأوحينا إليهم فعل الخيرات. هسه هذا الوحي شو تريد تفسره انت؟ تفسره من باب الوحي الى النحل، واوحينا الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا. ها، هو الهام. هذا الالهام ما يصيبني الي ولك، هذا هو امتياز. تقول هو وحي رباني جبرائيل ينزل، هذا امتياز اعلى بعد. على الاقل انه هو الامام المعصوم مميز عني وعنك. الله سبحانه وتعالى يوحي إليه بأي شكل من أشكال الوحي مو مهم، لكن هذا الوحي لا ينزل علي بأشكاله المختلفة. أنا لا أشعر بهذا الوحي وأنت لا تشعر بهذا الوحي. الشخص الذي يشعر، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إنه ليزاد إلى علومنا في كل اثنين وجمعة. احنا علومنا في تقدم، كل اثنين وجمعة تزداد معلوماتنا. واي معلومات؟ سلوني عن طرق السماوات فاني اعلم بها من طرق الارض. هاي هيك معلومات، مو والله معلومات العدد الكذائي او المادري الفلانة او الاحصاء الكذائي، ما ادري قد عدد شعوب العالم. لا، سلوني عن طرق السماوات فإني أعلم بها من طرق الأرض.